قعدنا لصفحاتنا الحقيقة موضوع حكاية البيت بتاع باب الشعرية ده يعني مسيطر على الموقف شوية. عايزين بقدر الإمكان حكاية فعلا لو حد حس إن هو مش في مأمن في البيت بتاعه أو في الشارع بتاعه يتقدم لأقرب قسم شرطة. ما اعتقدش يعني مش كل الناس اللي يقول لك بقى انا حاطط الشرطه في جيبه وحاطط البلد في جيبي، مش كل الناس حاطه البلد في جيبها يعني. امال الناس حاطه البلد في جيبها امال احنا نعمل ايه؟ ما احنا برضه عايشين في البلد اهو، ولا حاطين حد في جيبنا ولا احزنوا ماشي الدنيا. استاذ الاهلي احمد ابن تشيد مقدم احمد حسن بطل من ابطال الدفاع الجوي بتنورنا لتاني مره في ثلاث ايام. الاستاذه اميره فكري الكاتبه والباحثه العسكريه ارحب من الاول. بنت الشهيد. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله تمام الحمد لله. بابا وحشك؟ اكيد طبعا. ومات 73 ولا مات؟ 73 في الثوره 18 اكتوبر. اصحابه دلوقتي ما بيحكوا لك يعني بتلاقي فيه يعني لمسه وفاء مستمره ولا لما بتيجي فوق ما عقل حضرتك يتخيل. انا كان في كتير من اصحابه ما فيش اتصال وكنت اتمنى اني اوصل لهم وقعدت ادور على ناس كتير منهم ووصلت لهم وسجلت معاهم عرفت عن بابا حاجات عمري ما كنت اتخيلها. حاجات مش جوه البيت بقى بره البيت. بره البيت حاجات في ارض المعركه كنت هعرفها منين؟ طريقة استشهاده كنت هعرفها منين؟ حاجات صغيرة كده هم اللي وصلوني ليها. وأنا كانت أمنية حياتي إني أوصل للحظة استشهاد بابا، لحظة طلوع الروح. دي أنا قعدت أدور عليها كتير جدا. لقيتيها إزاي بقى؟ أقول لحضرتك بالتسلسل؟ بس لا لقيتها عشان ما نتوهش المشاهد. ماشي. أبو الكواترات في مصر اللي هو عبد العليم البكري وصلت له حكى لي ووصلني لناس كانوا معاهم برضو في نفس الكتيبة. قالوا لي عن بابا حاجات. الأول البداية كانت إيه؟ في سنة 99 كلية الدفاع الجوي خرجت دفعة 27 وأطلقوا عليها اسم بابا. فأنا وأخويا كنا في الحفلة دي وكنا قاعدين في المنصة مع الرئيس. كان قدامنا شاشة كمبيوتر بتتعرض قدامنا وقدام الرئيس ومكتوب فيها حاجات عن بابا ان كتبته اسقطت 10 طائرات العدو، انه اسقط 4 فانتوم، انه اسقط طيارتين بصاروخ واحد، حاجات كده كانت غريبه بالنسبه لي وبقيت مش عارفه هو الكلام ده بجد ولا لا. الكلام ده ممكن انا كنت سمعت طراطيش كلام كده بس كنت باخدها على انها حاجات ايه مجرد كلام مجرد. لكن لما ابقى قاعده في المنصه مع الرئيس والاقي الكلام ده في شاشه قدامي بدات ادور بقى. اتفاجئت بعد كده ان الكلام ده صح. اللواء عبد العليم واللواء عبد المنعم سعد اللي مسك الكتيبه بعد بابا رئيس العمليات هو كان زميل للواء. بابا كان قائد الكتيبه. لا تاني عبد المنعم سعيد حد تاني. لا 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 عبد المنعم سعد. بابا كان قائد كتيبه الدفاع الجوي. سبحان الله عرفت ان سام 6 دي قائد الكتيبه هو اللي بيوقع الصواريخ بنفسه. كان بابا قائد الكتيبه. بابا قائد الكتيبه. عرفت ان هو كل صاروخ كان بيضربه لازم كان يقول وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وبعدين يضرب الصاروخ. كان كل صاروخ يضربه يقول الله اكبر يا احمد حسن لان ما فيش صاروخ بينزل غير ومعاه طياره. بعد كده حصل ان اللي هو سعد مأمون قائد الجيش الثاني كان قاعد بص لاربع طيارات فانتوم سرب جاي عليه وده قدام ناس كتير جدا منهم اللي شافها برضو اللي هو علي هلال برضه حكى لي نفس الموقف. سبحان الله بص لقى الاربعه جايين عليه الاربعه فانتوم وبابا راح ضارب ثلاث صواريخ موقع بيهم الاربع طيارات. اتفاجئوا ان صاروخ منهم وقع طيارتين. بعد بقى القائد اللواء كان اسمه المرحوم اللواء جميل طه وقال له تروح الكتيبه اللي وقعت طيارتين بصاروخ واحد دول وتبصهم لي نفر نفر. سبحان الله في حاجات برضو تانية كتير. ده كان في 73 في ايوه في الحرب 73 ابتداء من يوم بابا وقع 13 طياره من يوم 6 اكتوبر ليوم 18 اكتوبر يوم تخرج الدفعه سنه 99. فهو كان رائد وبعد استشهاده خد رتبه ارتقى مقدم وكان قائد الكتيبه. من المفارقات الغريبه جدا انه سبحان الله وجدتي حامل فيه شافت رؤيه
شافت ان الرسول عليه الصلاه والسلام واقف بين السماء والارض وسجد قدامه 13 نجمه. في الرؤيه لها بقيه. جدي قال لها، شاف لها تفسير الرؤيه دي، فقال لها اللي في بطنك ده هيموت شهيد. سبحان الله، بعد استشهاد بابا جم قالوا لهم ان بابا وقع 13 طياره شعرها نجم الدوله. ولا يعرفوا بقى بالحلم ولا الرؤيه ولا ما حدش، لا دول ما يعرفوش، وما حدش في عائلتنا كان فاهم ايه ال 13 نجمه دول. طب يعني هل مات مثلا بطياره بابا؟ لا، طريقه استشهاده كانت مختلفه شويه. ابتداء من يوم 15 ليوم 18 كان الموقف صعب جدا في السهره. كان في انسحاب، جم في منطقه كان في حفره كبيره، كانت السلاح موجود قبلهم. منصه الصواريخ اللي عليها سام 6 وقعت في الحفره دي. فقائد اللواء قال الكتيبه تتحرك، بابا اللي هو قائد الكتيبه، خد يا احمد الكتيبه واتحرك بيها وكمل، وبعت اثنين مهندسين يحاولوا يطلعوها، ما عرفوش يطلعوها. فبابا قال لا، الكتيبه تكمل تحرك، وقال لرئيس العمليات اللي هو المساعد بتاعه انه يكمل بالكتيبه. ورجع ومعاه واحد من الكتيبه وقال انا لازم اطلعها. قائد اللواء قال له ما تطلعهاش، انت اغلى منها. قال له دي واحد من ولادي وانا ما اقدرش اسيبها. وفعلا رجع وقال لهم ابعتوا لي بس دبابه نجده. بعتوا له دبابه النجده، كانت واقفه كده والمنصه صواريخ في الحفره. بابا جاب واير وعمل حرف اكس. المفروض العسكري كان يبقى وشه لوش بابا في اتجاه بابا، لكن المشكله ان وشه كان في الناحيه الثانيه فما كانش شايف بابا. بابا هو بيربط في الوقت ده حصل ضرب من الطيران الاسرائيلي، وكان ضرب جامد جدا، فالظاهر اللي كان في الدبابه ايده اتهزت فاتحركت دبابه النجده وراح طالعه سنه. بابا عدت عليه. المفروض في العادي ان هي بتبقى عامله زي الدبابه اللي عدت، اللي عليها منصه الصواريخ هي عامله زي الدبابه، ليها اتنين جنزير وفاضيه من النص. المفروض لو الارض مستويه انها هتعدي من عليه، لكن الارض كانت متعرجه. فعدت من عليه، فراح قايل اه يا ظهري وبس. وبعد كده طلعوه، يا فندم عامل ايه؟ انا كويس مفيش حاجه، ونيموه. طلبوا بعد كده عربية الإسعاف، وجت بعد تلت ساعة ونقلوه. في اللحظة اللي هما بينقلوه كانوا على المعبر، معبر قناة السويس. بابا استشهد وروحه طلعت على قناة السويس. اللي كان معاه بس لقاه عمال يبص ويضحك حواليه، فقال له يا فندم عامل ايه؟ قال له أنا كويس قوي. روح لخالي، وراح مملي العنوان، وقال له يقول لأمي والنهلة وخالد يسامحوني عشان نسيتهم وافتكرت مصر. بس وراح جاب، راح باصص وضحك قوي، وبعدين جاب دم من مناخيره وبقه، فاللي كان معاه خده في حضنه، خلاص وانا لله وانا اليه راجعه. قصص رائعه، بطولات عظيمه، بتستدعي بيها مشاعر حلوه قوي، وبتقدم حاجات ممكن نستفيد منها دلوقتي كتير قوي. ده الشاهد اللي محطوط على القبر بتاعه. هي القصة جات لكم؟ حضرتك لو عايز تعرف قصة الجثة دي، ده ليها قصة فظيعة. لا أنا بس طبيعي، هل جثة الشهيد، هل في إمكانية إن جثة الشهيد ترجع؟ الشهداء، شهداء الجيش الثاني اتدفنوا في التل الكبير، والأهالي كلهم كانوا بيطلبوا من القوات المسلحة إنهم عايزين جثث أبنائهم، لأن اللي جاي من الصعيد عشان يزور ابنه، واللي جاي من اسكندرية، فالناس كانت بتتعب، وكل واحد عايز ابنه في حضنه وهو ميت. عثمان، احمد عثمان عمل مقابر للشهداء في سنه 77 في قبل مدخل الاسماعيليه. المقابر جميله قوي وريحها حلوه قوي الحقيقه. فبعتوا لكل الاهالي، قالوا اللي عايز يجي ياخد رفات ابنه يتفضل، احنا هنفتح المقابر في اليوم الفلاني، وتفضلوا تعالوا خدوها. الكلام ده بعد 4 سنين من حرب اكتوبر، بعد 4 سنين من استشهادهم. قبل نقل الجثث بثلاث ايام، انا اكتشفت بعد كده الموقف ده حصل مع جدتي وحصل مع بقيه اسر الشهداء. بيجي الشهيد لاهله زي ما بابا جه لجدتي وقال لها يا امي سيبيني مع الصحبه اللي انا بينها. تاني يوم يا امي سيبيني مع الصحبه اللي انا بينها. تالت يوم يا امي سيبيني مع الصحبه اللي انا بينها. تالت يوم ده اللي هو يوم النقل. فعمي ساعتها وعماتي قالوا له خلاص نسيبه مع الصحبه بس هنحضر. جدتك ربنا يديها لسه موجوده؟ لسه ميته من كام سنه قريب يعني. ماتت في 2003. سبحان الله، عمي قال طب انا هروح احضر النقل. وكانت المفاجاه
الاهالي كلهم رايحين يحضروا النقل والمقابر تتفتح كلهم سلام. كل الشهداء طلعوا سنه 77 في عمليه النقل جثثهم سليمه وطريه وجروحهم منديه. انا كنت بسمع الكلام ده وانا صغيره وما كنتش بقتنع بيه قوي. جيت في حفلات الدفاع الجوي لما كانوا بيعزمونا كنت اقعد على ترابيزه مع اسره شهيد اقول لهم هو مدفون عندكم؟ اقعد اتحرى كده يقولوا لي لا اصل جالنا وطلب ويروحوا حاكين لي نفس الموقف. اروح لاسره ثانيه بقيت كل ما اقعد مع اسره يقولوا لي نفس الكلام كربون بنفس الصيغه. رحت بعد كده زرت المقابر وسبحان الله انا زرتها بعد 21 سنه من استشهاد بابا كانوا بيمنعوني اني اروح.